فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى الأول قال كذبوا وبعدين في آخر الآية يستهزئون، ليتهم اقتصروا على التكذيب ولكنهم ضموا إلى التكذيب إنهم يستهزئوا بالرسول، يستهزئوا بكلامه. هذا الذي يحصل، هو ده الله يا ابن أبي كبش الله. طب ما تسكتوا انتوا كذبتوا خلاص، انتوا المسألة فيه لدد وخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يقول له يا محمد الآيات أنا ما شئتش أن أكرههم وجعلتهم مختلفة، فما تحملش نفسك تلطاطتها وتحاول أنك أنت تكرههم على الناس. هذه واحدة. وأنا كل يوم بجدد لهم آيات محدثة لعلهم يرعون، لعلهم يجوا إيانا برضو عندهم الإيه إلا. وبلاش الذكر المحدث ده اللي بيجي لهم كل يوم، أنا أردهم إلى آيات سبقتهم في الوجود. آيات الكندي اللي في السماء، شمس وقمر ونجوم، واللي في الأرض بحار وقفار وجبال ونبات وحيوان، وكل دي هذه آيات كونية ثابتة لهم ولغيرهم، محدش ادعى انه عمل واحدة منهم، بل جاء الإنسان وطرأ، الإنسان هو اللي طرأ عليه، وقبل ما يوجد الإنسان الخليفة آدم عمل له الايه موضب له هذه الأمور. طب إذا كانت الآيات الدائمة اللي كل واحد بيشوفها ما هدتهمش إلى أن يؤمنوا بخالق هذه الآيات، يبقى الذكر المحدث برضو حقيقي ده محدث جديد، يبقى القديم مع المنفعش، الثابت منفعش، اللي لا تختلف فيه لغات العالم ما سمعت، كل دي اللي بيشوفه الصغير والكبير والرجل والمرأة والعاقل والجاهل، كل دي ما نظروش فيه نظرة ايه؟ نظرة اعتبار إيمانية، وقال لك مين اللي عمل لنا دي؟ لأن الإنسان، احنا قلنا مرة هب أن إنسان راكب طيارة ثم سقطت به الطيارة في صحراء فلم يجد لا ماء ولا طعاما ولا أنيس، فأخذته سنة من النوم ثم استيقظ فوجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وعليها أطايب الشراب، قبل ما يجي يأكل ما يفكرش من اللي عمل دي. كذلك الإنسان طرأ على وجود قدرته لا تتناوله، لا هو متناول الشمس عشان يولعها ولا يئذها ولا يعمرها ولا القمر ولا النجوم ولا الأرض، ما فيش، ما عندوش حال، وشاف كون كده طرأ عليه ولم يدعي أحد أنه خلق. ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ما يقدروش يقولوا إحنا، قولوا الله، ومن خلقكم برضو قولوا الله. طب بعد كده إيه؟ إذا كانت هذه الآيات التي سبقت وجودهم والتي لا تصل إليها قدرتهم والتي يرونها ثابتة دائما، ده احنا علشان لمبة نمرة خمسة بس بنشوف المصانع اللي صنعتها قد ايه، والمهندسين اللي اشتغلوا واللي قعدوا يعملوا الرمل عشان يعملوا منه زجاج، واللي جابوا عشان يعملوا اسلاك، واللي جابوا مولدات عشان يعملوا منها، وبعد ذلك اللمبة دي عرضة ايه ان واحد يعملها بحصوية كده تتكسر، وان ما عملهاش بحصوية وتتكسر لها عمر كده وتنطف. بقى الشمس اللي عماله تنور الكون ده كله هذه المدد الطويله ولا قطع غيار لها ولا حد بيعمرها ولا حد بيولعها ولا اي حاجه، ما كانش جيتوا الفتفل الى وجود الله، ده احنا علشان المصباح اللي احنا بننتفع بيه عارفين مين اللي عمله، وقلنا ده اديسون وقعد كذا سنه وقعد يعمل ومش عارف ايه وبتاع. طب اللي عمل الشمس ده خلاص حد يصدق عنه؟ ده اللي عمل الغساله ولا اللي عمل الثلاجه ولا اللي عمل التلفزيون احنا عارفين، واللي عمل التليفون، يبقى اللي عمل الحاجات دي كلها القمه دي كلها ما حدش يعرفه، يبقى كان لازم يسال عنه. فاذا ما جاء رسول وقطع هذه الغفله على الناس وقال لهم الا انبئكم بمن خلق كل هذا انه الله، كان يجب انه يفتحوا دلهم ولا لا؟ لان ده سؤال كان يجب يجاوبوا عليه، هم ما سالوش، انما انت سالتهم هيقولوا، لان ما حدش ادعاه.